وان شاء الله تبقى كمان الكام فاضل كمان يومين ثلاثه، يومين ثلاثه دول يبقوا افضل كمان وافضل خلال اليومين ثلاثه اللي جايين. بشكرك جدا زميلنا كريم احمد، وطبعا انا كابتن احمد فتحي ما اعرفش خدتوا بالكم ولا يعني كمان انت خدت بالك ولا، هو حس بالاسئله اللي مصر كلها بتسالها وبالتالي هو جاوب عليها في صوره منتخب الجزائر، عشان كده انا سالته ايه رايك في تأهل منتخب الجزائر؟ فقال لك عندهم مدرب كويس، عندهم لعيبه عايزين يعملوا كذا وكذا وكذا وكذا، يعني طبعا لانه راجل محترم الحقيقه جدا احمد فتحي، فجاوب وانا ما اعرفش طبعا هو قصده ولا مش قصده، بس انا بقول لك هو جاوب على اللي احنا او اللي الناس عايزاه من خلال كلامه عن المنتخب افتقدناه، اللي احنا كنا مفتقدينه، اللي احنا كنا مفتقدينه بالفعل، عشان كده كل الناس بتتكلم على هذا احنا الموضوع. افتقدنا بصراحه قائد زي احمد فتحي في المنتخب، يعني ده قالب به كوره، كلنا طالبنا بوجود احمد فتحي وكلنا طالبنا بوجود محمد هاني والسولية ورمضان صبحي وكهربا وعبد الله جمعه، ولكن خلاص فات الاوان على كل هذا الكلام. نعرف بس الاول الجيلي هيكمل ولا مش هيكمل، ولا هتوصلوا ورقته ولا مش هتوصلوا ورقته. انا بشكرك جدا. في حاجه ثانيه عايز تقولها يا دكتور؟